الكسوف، بس دي مش عربيتي، دي عربية الشغل. 128 حمر. اهلا وسهلا بحضراتكم في حديث القاهرة. ضيفنا النهاردة ونجمنا النهاردة هو جزء من حديث القاهرة، جزء من وجدان الناس في الشعب المصري، جزء من مصادر البهجة الحقيقية في حياتك. لما بتشوفه هو كفيل بدون ما يتكلم انك تبتسم، انك تحس ان اخوك، صاحبك، ابنك، كل واحد بيحسه بطريقة مختلفة. هو نجم له اعمال كثيرة جدا، انحصل لفترة طويلة في الاعمال الكوميدية، ثم اكتشفنا ان عنده قدرات تمثيلية هائلة في مجالات مختلفة. ده ما يمنعش انه مازال مصر انه يشتغل في 10 و15 و20 برنامج، عليه طلب، 20 مسلسل، 20 فيلم، عليه طلب في كل مكان. هات بيومه فؤاد، هات البهجة، نجم الليلة الذي اصبح ينافس رجال الاعمال كما قال عنه اكرم حسني الفنان الجميل. واضح انه هينافس نجيب ساويرس بالمكان اللي احنا فيه، بالكافيه والرستوراه، المطعم اللي قرر انه يستثمر فيه باموال ضخمه جدا، مع ضيفنا العزيز الجميل بيوم فؤاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، بنورني يا استاذ خير. انا سعيد بوجودي معاك وسعيد بوجودي في هذا المكان. خلينا نبتدي من الاول، من جمله حضرتك قلتها للفنان احمد امين، القبول من عند ربنا يابا، لما كان بيقول لك انه نفسه يمثل. امتى حسيت بمعنى القبول ده؟ بداية انا بشكرك على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته وبنورنا. من ايام كنت في اعدادي فنون جميلة، وبعدين من سنة اولى تاني سنة اعدادي دخلت المسرح بتاعت المسرح في كلية فنون جميلة. سبحان الله، يعني في كتير جدا كان في ممثلين شاطرين على المسرح. كان زمان كان في معنا ناس وهم احنا قاعدين في الشلة كده او في الحياة عادي، يعني بيموتونا من الضحك، وهم على المسرح بيخسوا جدا. نعم. وساعات العكس، يعني كان حتى يقال انه مثلا على معرفش دي حقيقة ولا لا، يقال على الفنان عبد السلام النابلسي الله يرحمه انه في الحياة العادية ما كانش دمه خفيف كده زي ما كان دمه خفيف في في السينما، يعني لما بنشوفه. فمسألة القبول بتاع ربنا انه سبحان الله، ممكن ممثل ما يبقاش شاطر في جميع انواع الدراما، انه ممكن يبقى كوميديان كويس بس ما يعملش، وممكن تكتشف انه الامكانياته التمثيليه مش عاليه قوي، مش عاليه قوي، لكن القبول بيكمل بتاع ربنا وبيعليها كمان، عن بيغطي عن عيوب زي ما بيتقال يعني. نعم. فانا شخصيا كنت مش اشطر حد في اتلي المسرح كممثل. انا دفعه ماجد الكدواني فنون جميله سنه بسنه، كان هو ديكور وانا فنون، وماجد كان نجم الكليه اشطر، ولما بنعمل مسرح الجامعه كان هو نجم العرض والكلام ده. وكنت لاني متصنف في كل مراحل عمر ايام المسرح كوميديان فقط، ما حدش بيغربني في اي حاجه تانية. فكانوا دايما مسرحيات الجامعه والصخيري لانها لغه عربيه، ايوه، عشان نضمن الدرجه يعني، او نضمن ان احنا نبقى اول والكلام ده، لغه عربيه ولغه عربيه فصحى، مسرحيات تقيله، مسرحيات مهمه، يا اما مسرح عالمي يا اما مسرح مصري لكتاب ومؤلفين كبار. فكان دايما بيبقى فيها مثلا ده لو لقينا كمان يعني دور صغير كده حد بيضحك من خلال اللغه العربيه، فانا كنت اقوم بالدور الصغير ده في مسرح الجامعه. ايوه. فعمري ما خدت جايزه في مسرح الجامعه، لان كان الدور اللي ما اعرفش كذا اللي هو بالاشتراك معه. فكنا نقعد نتريق على اني مثلا انا الشخصيه بتاعتي ما لهاش اسم، الرجل ذو المعطف. ايوه. فتدخل بالمعطف رجل واحد. أيوه. رجل اتنين اللي هو ايه، عارف، ما لهاش اسم في المساله يعني. بس كنا بقى شاطرين جدا في مسرح الكليه اللي هو كنا بنعمل مسرحيات الكوميدي الفرس. ايوه. فكان ظهورنا الاكبر، حتى كانوا بيستغربوا الطلبه لما يشوفوني وانا يعني مكسر الدنيا على مسرح الكليه والكوميديا الفرس والكلام ده، وبعدين لقوا مسرحيه الجامعه ان انا قايم بدور صغير قوي، رغم ان انا كنت قبل ما اتخرج
كان الاول ماجد الكدواني هو رئيس الفرقه وانا النائب. أيوة. وبعد كده بقيت انا رئيس الفرقه، رئيس الفرقه، ومع ذلك بقوم بدور صغير جدا في المسرحيه بتاع. فمساله القبول بتاع ربنا سبحانه وتعالى مش مهم انت دورك قد ايه، مش مهم انت كذا، ربنا لما بسميها احنا في الوسط بيبقى بيشاور. أيوة. على حد خلاص يلا سلام. طب هو ربنا بقى ممكن يشاور على حد مش موهوب؟ جدا ممكن، جدا ما عندوش موهبه، جدا جدا، مش لدرجه مش موهوب، زي ما بقول لحضرتك نصف موهبه امكانياته. اه تمام، وربنا يشاور عليه ويطبطب عليه. اه ويبقى انت ما شفتش ده في احمد امين؟ لا انا طبعا اصلي احمد امين ده ابني، وكل ما حد يجي يسالني عليه بقول له ان هو ابني، لاننا محمد اخوه الكبير. أيوة. كان دفعه بعدي بسنتين او بثلاثه في الكليه يعني، فكنا بنعمل مسرحيات ايام ما كنا في المسرح، وبعد ما اتخرجنا بنعمل مسرحيات، فساعات بنعمل مسرحيات بنحتاج فيها اطفال. أيوة. فكان بيجيب احمد، كان ساعتها في سنه خمسه في سنه رابعه ابتدائي الكلام ده، فاللي هو ايه بنقعد نلطش فيه طول اليوم. تمام. اللي هو أيوة. وبعدين المسرح بتاعنا كان في الدور الخامس ومفيش اسانسير، فكنا بنبعته بقى هو اللي يجيب لنا السندوتشات، هو اللي ينزل يقول للراجل يطلع لنا شاي والكلام ده، اللي هو الولد الصغير يعني. بعد ما دخل الكليه ايوه، هو بقى لما كبر بقى دخل الكليه، فجابني عشان بيخرج مسرحيه والكلام دوت. فاكتشفت قد ايه الموهبه. احمد امين الناس ما تعرفوش مزيكانتي زي ما بيتقال بقى، ولا بسيطي يعني، رائع. بيعزف جيتار، بيعزف عود، صوته حلو جدا، بيلحن، بيألف، بيكتب. آه. بيكتب لنفسه برنامجه، وبيكتب لغيره، وبيعد كويس جدا حاجات. وناس كتير ما بتعرفش ان هو كتب بسنت ودياستي، كانت جميله جدا، وكان الاطفال بيحبوها جدا، كم سيزون اتعملوا يعني. وهو من النوع اللي عنده حسابات دقيقه جدا، ومن النوع انه عقله ما شاء الله رزين. انا رغم ان انا اكبره كتير جدا، لكن احيان كتير جدا بتصل بحمد امين. ما بيخطوش خطوه لما يقعد يحسب كتير، عنده حسابات كتير. اه الحسابات دي مش عندك خالص. انا فوجئت شفت مجموعه كتب عظيمه، الاحلام مستغنمه. انا قلت فاشن، انا يعني اي حد في الدنيا بيقول لي ابعت لي ايميلك عشان ابعت لك السكريبت عليه ولا الكلام ده. آه. انا ما شايف الصدفه العظيمه بقى. ايه بقى؟ ولد اسمه احمد امين. احمد لا ادهولي. انا ممكن ارد عليه؟ انا ما ردت يا فندم، انا ما يعني مش عارف الاشكال دي بتتصل هنا ليه. ايه المفاجاه العظيمه دي؟ ازيك يا استاذ احمد؟ اخبارك ايه؟ احنا لسه قاعدين مقطعين فروتك، وقاعد اسمع عنك كلام لاول مره اسمعه. ما انا كنت عمال اكح من فروتي فعلا. ده انت لازم تكح الاول. خلينا هنيت جدا على ما وراء الطبيعه، شيء عظيم، ويعني عملت دور عمرك زي ما انت كان نفسك تعمل حاجه مختلفه. اكيد صدفه، اكيد صدفه. ايوه ايوه، انا بس وقفت في حته كويسه من اللي هي بتيجي فيها الصدف دي يعني، ده اللي انا عملته. فنان الكبير بيومي فؤاد بيقول لي انك الولد الصغير اللي كنت بتجيب لهم الشاي والقهوه وبعتوك من الدور الخامس تجيب حاجات. ده حقيقي، ده حقيقي، بس ما كانش الخامس يعني. اه عشان بس ما يقولش اي كلام. امال كان الكام؟ المسرح كان في الدور الكام؟ كان لا كان اعلى طبعا، كان استواه اعلى، كان اعلى من كده. ما تخلوش، ما تخلوش بس يقول اي كلام ويه. هي ما وقفتش في الدور، المشكله في الشاي والقهوه. لا الشاي والقهوه ده، لا ده صح، ما اقدرش انكر قهوه. انت واضح ان في الدور، لكن ما اقدرش اروح في الشاي والقهوه. رغم انت من صغرك في وسط الاجواء الفنيه دي. ما انا هبص، انا هقول لك بقى الحكايه بقى حصلت ازاي. قول لي. انا اصلا كنت وانا طفل كده يعني، طبعا خاوتهم في البيت عمال اعمل حاجات غريبه، فمحمد اخويا كان طالب في فنون جميله. ايوه. فقال لي في عايزين اطفال يمثلوا في المسرح في الكل، وده كان اول مره في حياتي اروح مسرح بجد في ناس بتشتغل وكده، كنت في رابعه ابتدائي مثلا ولا حاجه. ايوه. فرحت المسرح فقبل البروفا وكده، لقيت في حد متنرفز جدا في الكواليس وقاعد، والناس كلها بتحترمه جدا، بس هو شخص بشنب، بس شنب بس. تمام. ايوه. والناس كلها بتحترمه وهو بيحترم شنبه، وانا مش عارف هو ايه المؤهل يعني، ايه الفكره يعني، ايه الهيبه دي جايه من، انا مش عارف. ايوه. ف وتخيل بقى براءه الاطفال يعني، انا عيل صغير وشايف المنظر ده. فبسالهم يا جماعه هو ايه الفكره؟ قالوا لا لا ده يوكا. اه مشهور بيوكا. لو ده يوكا ده يوكا، اسم الشهره يوكا. لو هو يوكا
يبقى خلاص يبقى ما بنسمعش كلامه خالص. اكتشفت بقى بعد كده ان يوكا ده هو ده بيومي فؤاد. هو كان رئيس فريق اتليه المسرح في الفتره دي اللي كان فيها السيناريست محمد عبد الخالق في الفرقه، وماجد الكدواني طبعا الفنان الكبير طالب في الكليه وعضو في الفرقه وبتاع. وبعدين بعدها بقى في البروفا طلع على المسرح في المسرحيه، فكان عامل دور واحده ست ومرفع صوته والناس كلها ميته من الضحك. ففهمت بقى التركيب يعني، فهمت يوكا جاي منين. الشكل ده بالبتاع ده بيطلع يعمل كده بالشنب. بالشنب ده فقررت ساعتها ان دي لازم تبقى حياتي. فهو ايه ده يعني، ده هو غير حياتك. ده حقيقي. اقول لك حاجه بقى، بما ان انتوا قاعدين مع بعض قول لي، هو فضل معايا خطوه خطوه لغايه ما انت كنت من اول الناس اللي صرفتوني لما انا عملت حاجات على السوشيال ميديا. تمام. قبل ما اجيلك. ايوه يعني قبل ما اجيلك كنت قاعد معاه في مدينه نصر على القهوه بقول له نقول ايه يا عيني. ايوه يعني شوف، من اول رابعه ابتدائي لغايه اول انترفيو في حياتي. طبعا دلوقتي ما بيردش، مش فضيلي، بس يعني ده ما انت عارف انه بقى بيزنس مان وراجل اعمال كبير يعني. ما انا عارف طبعا. هو اساسا انت فاكر رايه لما قال لك التمثيل ده قبول من عند ربنا يابا؟ القبول ده بتاع ربنا حبيبي. القبول ده امبارح كنت بخليه في التليفون ما ردش، فكتبت له على الواتساب قلت له ده انا لو بكلم سيد رجب كان رد. انا كنت باخد احمد امين ونسافر اسكندريه عشان اقرا المعروض عليا. وهو كان يعني بيقرا معاك. لا لو سمحت. لو سمحت بس نصلح الجرامر بس عشان امين يقرا اللي معروض عليه. معلش لان اسكندريه مش محتاجه ان هو بيرشيني نروح اسكندريه رشوه واكل سمك وبتاع في مدينه نصر عادي. لكن هي اكله السمك دي اللي بتفرق يعني. ده غريب اكله السمك والكلام ده. بعدين اكتشف ان انا سافرت 3 ايام وهو اللي كان بيصرف عليا وجايب لي اوضه في الاوتيل وهو اللي جايب لي السمك وكل الكلام دوت، وافضل برضه بطولك لسان انا يا ابني انا اللي مربيك. تحب تقول لاحمد امين حاجه؟ اللي هو خيره عليك واقف جنبك ومستني لك وبيتنبأ لك بمستقبل كبير من غير طولة لسان. أيوة. لا من غير طولة لسان يا حبيبي، هتعمل ما وراء الطبيعة، هتعمل رد قلب، هتعمل القبول ده بتاع ربنا يا بابا. يا ريتك كنت طولت لسانك. حبيبي حبيبي ارحم. بشكر جدا وفرصه سعيده في هذه المكالمه اللي جت في وقت جميل جدا. بشكرك فنان احمد امين، انت نموذج لاداره الموهبه. الاداره الفاشله للموهبه. انت بتحس انك كده؟ انا بحس ان انا يعني انا بقول عن نفسي ان انا عشوائي وما بقولش ان ده صح دايما يعني خلاص. وكتير جدا سالوني على مدير اعمال وسالوني على المساعدين وسالوني على كذا. طبعا انا لا انكر جهد حد من الناس الرجاله اللي معايا ومساعديني وكل الكلام ده، بس انا بقول اللهم لك الحمد انا مدير اعمالي ربي سبحانه وتعالى. يعني هو اللي بيدير لي اعمالي في كافه شيء. هو اللي كتير جدا انا ساعات بغلط واقع في حاجات وهو دائما وابدا اللي بينقذني. فهي نوايا، لان انا ليا وجهه نظر ايا كانت ايه هي الشغلانه لازم تصفى النوايا. والله العظيم وجربت وشفت كتير جدا، بس صفاء النوايا لا يتعارض اطلاقا مع اداره الموهبه. طبعا. يعني انت موهبه كبيره، ادارتك العشوائيه دي راضيك؟ انت سعيد بيها ولا شايف ان كان يجب اشياء اخرى لو عاد الزمن هتهندلها بشكل مختلف؟ اصل هو ربنا وقعني برضه مع ناس عشوائيين زي ايوه. انا بحس ان احنا لما باجي اشتغل مع العشوائيون يعني ايه وبننبسط. لدرجه ان احنا لسه مخلصين فيلم. بتتكلم عن احمد فهمي واكرم حسني واحمد فهمي لا والله يعني اكرم من النوع اللي عامز احمد امين بيحسبها كويس. عشان كده حتى لما المسلسل اللي فات هو زعل جدا مني على طلعت وقلت مش مبسوط منه. مش مبسوط وكده يعني زعل. لا هو بيحسبها كويس، بس ما فيش مانع ان هو برضو تنده النداها مره يعني. ايوه معنا فهي نداهته النداها معنا في اللي فاتت ديت. ايوه تمام. فاللي اقصده اني احيان كتير جدا البني ادم بيقعد يحسبها ويحسبها كويس. كنت احكي لحضرتك على لسه مخلصين فيلم اسمه وقفه رجاله. راجل الاستاذ احمد الجندي، تاليف الاستاذ هيثم دبور. فمعانا في الفيلم الاستاذ ماجد الكدواني او انا معاه سوري يعني، والاستاذ سيد رجب والاستاذ شريف الدسوقي. انا شايف انا والاستاذ شريف الدسوقي احنا عشوائيين.
الاستاذ سيد رجب الاستاذ مجدي الكدواني عمال انا بحذر وبهدد احمد الجندي المخرج، قلت له احنا هنشوف المر عشان دي ناس بتوع جوائز، عمال اهزر انا على الموضوع ده وهو يتلعب صوم من الضحك، الناس دول بتوع جوائز او على الاقل بيترشحوا، فدي كل الكلمه اللي ماشيه في الفيلم في كل البتاع. قلت له دي ناس هتسال على رباط الشوز مقفول صح ولا غلط من التفاصيل بتاعتهم والدقه، وهيورونا المر يا جندي. فانا من دلوقتي رايي نغير احمد، نغير مجد كدوان وغير سيد رجب، طول ما احنا قاعدين بنهزر يعني. ايوه تمام. فهم بيضحكوا جدا وبتاع، فجدي طبعا ما صدقنيش، وشفنا المر من كتر التفاصيل، لانهم ناس كل كلمه بتطلع بيسالوا فيها التفاصيل وبيسالوا كذا وما اعرفش مين. فانا بقعد اقول للجندي، لكن دي يقول لهم ان احنا بنعمل فيلم تافه ونخلص، احنا فيلم كوميدي يعني يا جماعه، التفاصيل اللي انتوا بتسالوا فيها دي خلوها على الله كده ويلا بينا والكلام ده يعني. انا طبعا مستمتع جدا بالشغل معاهم، مستمتع جدا بالتفاصيل دي. لا ما هو لازم طالما في حد كده يبقى في حد تاني يظبط الايقاع شويه طبعا. الميكنج بتاعه يعمل فيلم والله. ايوه بجد جدا يعني، لو اتصور الميكنج بتاع الفيلم ده. خسرتك ايه العشوائيه دي؟ يعني إدارة الموهبة، احنا شفنا نجوم كبار بعضهم متوسط الموهبة، ولكن بإدارتهم للموهبة بذكاء شديد هم نجوم الصف الأول لسنوات طويلة جدا. فلو إدارة موهبة حقيقية مع بيومي فؤاد الموهوب ده كانت ودتك فين؟ اللهم لك الحمد والشكر، أنا ما بندمش، بس يجب أن أعترف أني حقيقة عملت حاجات أنا غير راضي عنها. نعم، هي دي الخسارة بتاعة العشوائية. أي حاجات أنا غير راضي عنها، أنا مش هذكرها عشان ما نزعلش الفريق بتاع أصحابها، ما يزعلوش يعني، بس في حاجات فعلا من العشوائية. وأنا قلت قبل كده ويمكن ده الناس عارفة كتير جدا، 90% من شغل بيومي فؤاد في السنة تقريبا كسوف. بس أخيرا بقيت شوف فندم، أنا منطقي دايما في الشغل إيه؟ منطقي في الشغل بيقول إني لو في مخرج مهم معاه نجوم مهمين أنا ما بقراش. أنت ما بتقراش؟ ما بقراش. من منطلق اللي هو مثلا بيومي، أنت النهاردة مع خيري رمضان في البرنامج، فأنا عارف إن خيري رمضان راجل شاطر محترم مؤدب الكلام ده، مش هروح أقول له إيه المحاذير اللي مش هنتكلم فيها. عمري ما بروح لحد. اللي انت عايزه تسال فيه، سني اقوله لك، وزني اقوله لك، اللي انت عايزه، كلت ايه امبارح اقوله لك، زي ما بيتقال، لما بثق في الشخص. فانا بحب انتمي للاعمال الناجحه حتى لو دوري قد كده. ايوه انا لا ما بنساش اني لما اشتغلت في موجه حاره مع مخرج كبير ونجوم كبار في بدايه حياتي، لما جه الاستاذ محمد ياسين المقل جدا ده يعمل افراح الاب. ايوه وكان مكلمني قبلها بسنه عشان يحجزني، وبعدين اكتشف ان انا مضيت 382 مسلسل، فالراجل خلاص سابه مني يعني. أيه. كلمته قبل ما يخلص على طول، قلت له هو المسلسل ده هيعدي كده من غير ما ابقى فيه؟ قال لي ما تخلينيش بقى اشتم واعمل، ده انا قايل لك ما اعرفش. قلت له هاتني في مشهد. قال لي اتكلم جد؟ قلت له ما ينفعش اهزر مع سيادتك. فجابني في مشهد، صحيح مشهد 7 صفحات. ايوه بس وخدنا فيه النهار كله. ايوه بس انتمي للاعمال الناجحه من غير ما اشوفها. عرفت مين اللي ناجحه؟ محمد ياسين. طبعا. محمد ياسين. فهو كده اللي هو شريف عرفه وعيد حامد اللي هم لما انا اسف متغمض لما اسف مغمض. انا اسف لما أيه. يعملوا ريان يا فجل هيبقى ليه قيمه. فهي اعمال ناجحه. صحيح. زي كده احمد زكي رحمه الله عليه لما ايه، انتوا عاوزين يعني كوميدي؟ طب شوفوا الكوميدي. انتوا عايزين يعني مستر كاراتيه؟ طب شوف انا جاهز. زي علي الحجار كده. ايوه انتوا عايزين شعبي وبتاع اللي هو المق الزلمق بس هو علي الحجار. فاهم قصدي؟ فهو كده اللي هو انتوا عايزين الشعبي ده، طب شوفوه كده مني عامل ازاي؟ عندي اطلع لك من جيبي بس انا اللي بختار. بالبواب. ايوه عايزين كوميدي اللي ما اعرفش كذا بتاع اتفرج. فهو هو ده المساله. ففي حاجات اللي هو ايه، لكن مخرج جديد مع شركه جديده مع نجوم جداد لازم اقرا، لازم تقرا بقى، تركز ركز. خلينا نتكلم عن اداره الوقت. ما هي اداره موهبه عشوائيه، لو اداره الوقت عشوائيه كمان يبقى ربنا يكون في عون مراتك والاولاد، السيده الفاضله والاولاد. ده حصل. في اداره الوقت انت خجول ومجامل، معروف في الوسط كله انك صاحب صاحب
بر باهلك فبتهتم بيهم كلهم. الحمد لله. حياتك تخيل وفي وسط ده كله عندك 10 حاجات بتشتغل فيها، واللي بيطلبك ولو مشهد بتقول له عينيا حاضر، وبتروح لا بتسال بكام ولا فين ولا ازاي واسمي، بتدير وقتك ازاي؟ اقسم بالله انا في 4 اعمال اشتغلت فيهم السنه دي ما مضيت. 4 اعمال ولغايه دلوقتي ما اعرفش هاخد كام، ادوني دفعات. ايوه ادوني حاجات بس مش متفق على ال... اقسم بالله ما اعرف من كتر ما احنا حبايب. وقتك بتديره ازاي؟ يعني انت لو قضيت يوم في حياه النجم بيومي فؤاد، الزوج رب الاسره اللي عنده التزامات عائليه، احكي لي كده يومك عامل ازاي؟ ما انا في قلت للفنان الكبير اشرف عبد الباقي على المسرح لما بيقول لي بيومي وانت مالكش بيت؟ فقلت له يا فندم ليا بيت وليا اسره وعندي بنت صغيره طفله كده، كل ما بتشوفني تقول لي انت فيك كتير من بابا. طبعا انا راجع عليهم جدا، طبعا راجع على البيت جدا، وانا عارف يعني، لكن ما بصدق ان انا الاقي اي وقت في الدنيا ان انا ابقى معاهم، فببقى معاهم. هم عارفين ومحترمين ان انا بحب الشغل جدا، وده من زمان جدا من ايام ما كنت حتى بعمل مسرح هواه، بعمل مسرح دوله ومش مشهور، كنت ساعات بعمل اكتر من مسرحيه في وقت واحد، والبروفات كانت بتاخد وقت كتير جدا. انا قعدت 3 سنين وانا متجوز ومخلف وموظف حكومه في مركز الابداع الفني من 2006 ترميم 2003 ل 2006 وانا موظف حكومه بخلص. توصلت لمدير عام تقريبا؟ انا رئيس رئيس قسم ترميم اللوحات الورقيه، وقمت بجازف مرتب وانا على انت في اجازه. انا في اجازه يعني بتدفع تأميناتك وكل الحمد حاجه لله. الحمد لله. ليه محافظ عليه؟ عشان بحب الشغل هذا قوي. عشان انت مش حاسس بامان في التمثيل؟ لا بالعكس حاسس بامان. الموضوع مش امان التمثيل، انا لما بس مش في حاجه هتضايقني ولا في حاجه تزعلني، اللي انا بشتغل بمزاج قوي. يعني كل الناس بتشوفه ده، في ناس كتير قوي يقول لك بيومي بيعوض ما فاته، ده تفسير محترم منطقي، بس انا مش كده. انا بحب الشغل، انا مش حاسبها الحسابات الدقيقه. يعني ما حسيتش ان بيومي ما عملش فلوس فبيعمل فلوس. ايوه العمر جري وكان عندك فرصه ما خدتهاش، فلما جت بتحاول تكثف علشان تامن مستقبل اولادك عشان. طب ايه قولك وحضرتك اسال المنتجين من ورايا، ان المنتجين نفسهم بيتخانقوا معايا وبيقولوا لي بتعمل عمل واحد وتعلي اجرك. ايوه انا ما بعملش كده عشان انا شايف ليه منطق غريب في الموضوع ده. في مصر لما الممثل يتحول في لحظه الى بطل نجم او حد للعمل، بيبقى عيب يتصلوا بيه عشان يعمل دور تاني. ايوه فانا ودائما وابدا على مر التاريخ انا شايف ان معظم، مش هقول احيانا، معظم الافلام الدور التاني اهم من الدور الاول. فانا احرم نفسي ليه من حاجه كانت ممكن تبقى مهمه جدا لمجرد ان اتصنفت خلاص يقول لك عيب بقى مش هينفع تكلمه بقى نبيهم بقى بطل. ايوه فتلاقيني بعمل بطل وارجع اعمل ضيف شرف واخش بالكذا معرفش مين، فانا خايف للتصنيف. حتى تلاقيني لما بقى اول اسم مثلا في عمل ولا الكلام ده بجري على اي بني ادم عشان اقول له ما حصلش، ان اول بطوله مطلقه بيقول له ما حصلش. ما عنديش بطوله مطلقه، ما حصلش دائما وابدا بطولاتنا جماعيه. ما بتحلمش انك تبقى نمبر 1؟ مش عايز. في نمبر 1 في الفن؟ مفيش. مفيش حاجة اسمها نمبر 1. مفيش حاجة اسمها نمبر 1. يعني لو قلت لك نرتب أبناء جيلك وزمايلك هتجد صعوبة في ده؟ إنك تقول لي ده الأول ده الثاني ده الثالث؟ لن يأتي مثل عادل إمام. لن يأتي. سورس. أصل هو عادل إمام إضافة للموهبة عنده إدارة الموهبة وعنده إدارة الوقت. طبعًا. طبعًا. ولما قعد معايا شتمني. شتمك؟ طبعًا. قال لك ايه بقى؟ هو صاحب مقوله خلي اللا قد الا. خليها بقوه الا. لا خليها بقوه الا، منطق محترم. انك امتى تقول لا؟ عادل امام حكى لي ان ما كانش فيه جنيه في البيت وكان بيطلب انه يعمل تاني دسوق افندي في المعرفش ايه. لا استفدت من النصيحه دي؟ استفدت من النصيحه ديت طبعا طبعا، الاستاذ الكبير وتجارب كبيره، بس انا عمري ما حسبتها كده.
ايوه انا ما بشتغلش، ما انا بقول لحضرتك ثلاثه بالله العظيم انا بشتغل ما اعرف هاخد كام. ايوه هتفضل كده، هتفضل كده كتير يعني. انا ما عنديش مانع، انا لو بعمل حاجات انا بحبها. أيوة. انا بحب الشغل عامه. انت من رواد السوشيال ميديا خالص؟ ولا بتدخل تقرا ولا ما بتتابعش خالص؟ وفي 14 صفحه فيك. ايوه وحلفت 100 مره. انت ما عندكش صفحات على فيسبوك ولا تويتر ولا انستجرام ولا؟ انا ما عنديش. ولا اولادك بيعملوا لك دعايه خالص؟ مؤخرا في ولدين كده جم قالوا لي هنعمل معرفش كذا، كل ما يعملوا حاجه تتقفل. ايوه كل ما يجي يعملوا لي حاجه تتقفل. غريبه قوي. خدوا الباسبور واخدوا العلامه الزرقاء اتقفلت برضه. قلت لهم مش عايز. انا ما عنديش اكتر من مين اللي مستهدف من الواتساب؟ مش عايز يقول صفحه. وانا مش عايز، انا لغايه دلوقتي ما بعرفش الفرق ما بين الصفحه والحساب. والله ما والله ما اعرف. والله انا كمان ما اعرف. انا عندي صفحه وحساب وبقعد اقول لاولادي هو ايه الفرق بين الاثنين؟ انا والله ما اعرف ايه الصفحه والحساب، ولا اعرف كل الحاجات ديت، والانستجرام مش غاوي كل الكلام ده مش عارف ايه. قول لي بقى ايه احلامك اللي ما حدش يعرفها؟ طب قبل ما اقول تشرب ايه؟ صحيح انا حسيت ان انا قاعد في كافيه قريش. لا ده انا عليا حبيبي تحت امرك. اشرب شاي. شاي سهل. هو الشاي غالي بس تحت امرك. الشاي غالي ما لو طلبت لحمه بقى. هنرجع للبزنس الكبير والشاي اللي بتبيعه مش عارف بكام دلوقتي ان شاء الله. ايه احلامك؟ ايه احلامك اللي محدش يعرفها؟ ايه احلامك اللي جواك؟ انا ما اعرفش انا عملت كام مسلسل لغايه دلوقتي، وعملت كام فيلم، وعملت كام مسرحيه، وعملت عمري ما عديت، عمري ما عديت ولا بعد ولا الكلام ده. وفي مره كنت بتكرم في مكتبه اسكندريه وقاعد جنب محمود عبد المغني واحمد رزق مع حفظ الالقاب الاساتذه الكبار، وبعدين لقيت البنت وهي واقفه على البوديوم كده بتقول في وقت قليل قوي عمل 50 فيلم. فلقيت رزق بيخبطني كده بيقول لي قوم انت. قلت له لا مش انا. بتقول لك 50 فيلم؟ قال لي ما لا يكون مين فينا. قلت له مش انا والله، ما انا بقول له كده يعني. يا النجم بيومه فؤاد انا. فطلعت وانا باخد الجايزه بقول للبنت 50 فيلم ايه؟ فلقيتها بتقول لي لا ده احنا عدينهم لك. 50 فيلم؟ انا 50 فيلم؟ اخيرا الشاي جه. لا مش بخل والله، ده انتوا صارفين كمان. ده مستورد وبتاع وحاجات كده. طب جميل. ولا ده علشان انا بس منظر؟ لا يا ريس ازاي بقى، انا هوريهم بس نخلص الحلقه. تمام يا فندم. فقالت لك انا عداه. ده احنا عدينهم لك والكلام ده. بس فعمري يا فندم ما كانت الحسبه كده. احلامي تتلخص في اني نفسي اولادي يفتخروا بي واسيب يعني ذكرى جميله، ويبقى زي ما بيتقال يعني زي الفنانين العظام اللي كانوا موجودين وكل الكلام ده. انا راجل بتاع شغل، انا راجل الحمد لله رب العالمين بحب شغلتي جدا، بخلص لها جدا، عشان كده دايما اللهم لك الحمد والشكر بقول لكل الشباب اصبر اخلص ارضى ثلاثه لو فكرت فيهم هتلاقيهم هم سر نجاح اي حاجه. اخلص اصبر ارضى. اصبر اخلص ارضى. استاذ محمد ياسين جابني في مشهد ضيف شرف او مشهدين سوري يوم كده يعني في الجماعه. السنه اللي بعدها جابني احد ابطال اهم اعماله. قلت له اسمح لي يا ياسين حضرتك جبتني منين؟ عرفتني منين؟ قال لك من مشهد الجماعة. انا ما شفتكش مره في مركز الابداع الفني. عشان تبقى خدتني من مركز الابداع الفني يعني. قال لي شفتك في مسرحيه في وسط البلد في جراج. في جراج؟ دلوقتي بقى اسمه مسرح روابط اللي في وسط البلد. لما كنا بنعرض المسرحيه دي كانت لسه العربيات بتركب جنبنا. ايوه واحنا بنعرض المسرحيه وعاملين ستيج وعاملين له سلالم وفي كراسي ناس قاعده بتتفرج يعني. مسرحيه في جراج ممكن تبقى مفتاح لحاجه كبيره جدا. تخلص. ايه الدور اللي نفسك تعمله؟ حاجه تشبه الشيخ عرب، شيخ العرب همام. هذا القائد ومش لازم يبقى وزير ولا رئيس ولا سفير ولا محافظ ولا مش لازم يبقى حاجه رسمي يعني. بس يبقى هيرو شعبي. ده حلمك؟ شخصيه لان انا حبيت المسلسل ده قوي قوي. طبعا الفنانين الفخراني حاجه يا سلام. من امنياتي كمان ان انا امثل مع الراجل ده ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. هو فنان كبير وقدير. ايه اللي دخلك عالم البيزنس؟ يعني داخل انت جاي في وقت صعب جدا وجاي تفتح كافيه وريستوران،
ايه اللي خلاك تروح للبيزنس ده في وقت الناس بتقفل؟ انت جاي والناس ماشيين ليه؟ ما بقاش بيمو فؤاد لو ما عملتش كده. معاك حق. بعد المقدمات دي كلها لازم تعمل كده. بالظبط، انا بحب اجرب دايما. بس فنان وعندك شغل كتير، مش هقول لك معاك فلوس كتير او بتاخد فلوس كتير زي ما بيقول 40 مليون الحمد لله، لكن مسطوره الحمد لله. الحمد لله رب. فبدل ما يعني ما تروح للبزنس ده، ولا انت مش حاسس بامان في الفن؟ ولا بتنوع مصادر الدخل ان حاجه وقعت حاجه تشيل؟ يعني بتفكر فيها ازاي؟ عمري ما كان عندي حسابات. ايه ده؟ كده مش في صدري كده. عمري ما كان عندي حسابات. اولا انا شريك بربح مع ثلاث شركاء اخرين. كلهم ناس من عيلتك؟ كلهم اخواتي وزمايلي، اخ مراتي وصديقه وكذا يعني. كلنا مع بعض. انت كنت بتشجعهم يعني داخل دعم؟ هم كانوا بياخدوه وبعدين لقوا حاجات ومحتاجات وكانوا عايزين زي يعني سبورت بتاع. عجبتني الفكره جدا، لان انا كنت بتمنى في يوم من الايام انه يبقى عندي حاجه زي كده، فشاركت. والكلام ده عايز اقول لك والله العظيم مش شكوى ولا اي حاجه ولا مداري على العيد ولا اي حاجه، بس انا ما اتزنقتش ماديا ولا ماليا كده من ايام ما كنت موظف بقبض 125 جنيه بقدر ما زي الايام ديت. طبعا انا متاكد انك خيشت يعني. انا عارف انا مستمتع. الكورونا واللي عملته في الناس مش متضايق الحمد لله رب العالمين والله. حتى لو ما بيجيش يوم ولا الكلام ده، ان ابقى بس سبب في اللهم لك الحمد والشكر، ولو سبب غير مباشر لبيوت مفتوحه، دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يعني تبقى سبب غير ده مش احلام انك تنافس رجال الاعمال الكبار في مصر خالص. انا عمري ما كانت حد الحسبه دي خالص خالص. زي ما حضرتك قلت كده، معنى كده انت ما عندكش شاليه بتاع منتيش بتاع يعني اولادك محتاجين يعني. ما هو لما بيروحوا بيقعدوا في فنادق. في فنادق. لما بيروح. وبعدين بقى انا يعني مين بيطلع مع مين؟ أيوة. دول مع اصحابهم يا فندم. طبعا احنا مالناش مكان، ده حقيقي يعني. يعني احنا بره يعني. الحمد لله رب العالمين. تجربتك في الكافيه، انت حاطط كتبك هنا يعني احيانا بتيجي تقرا هنا يعني احيانا بتيجي تتنفس هنا. تجربه القعده في كافيه هو اتفرج على اهلي هنا. اتفرج على اهلي هنا وحضرت نهائي كاس افريقيا هنا. لا للاسف في استوديو مصر كنت بصور. والله العظيم. طب وعملت ايه لما الاهلي فاز؟ كانت في ايدي كوبايه شاي. لسه باخد منها اول بق ساعة جون قفشة؟ اقسم بالله. والكوبايه دي اتدلقت على حوالي 40 فرش. انت طيرتها؟ مش انا. من الاحضان وكلام. انا قاعد المقصوره. الشاشه اهي وانت اول واحد. لان انا قعدت اقول في يا جماعه انا همشي الساعه 7 العربية هتلاقوها دايرة خلاص، وقلت الاستواء بتاعي دور العربية الساعة 7 عشان الماتش الساعة 9. كان 9 مش كده؟ 9 انا همشي. فمعنا ممثل زميلي اتأخر شوية، فجالي المساعد المخرج قال لي احنا هنشوف الماتش هنا. والله لو عملته ايه وما عملش حاجات وبتاع، فهم عارفين ان انا وكل الكلام ده وبحب الشغلانة وما اقدرش ازعل حد وكل بتاع. فبدأوا يظبطوا الشاشات وكل الكلام ده. خلاص؟ قبل المشهد بشوية بيبقوا عارفين، قالوا لي ايه هم انصح مني يعني قبل الماتش بشويه، قال لك في مشهد انت مش فيه خش نام. نمت. وصوا المساعدين ما صحونيش الا 8 ونص على الماتش. صحوك على الماتش على طول؟ على الماتش. على الماتش على طول. فشفنا الماتش لان دورنا بعد الماتش. ايوه. كان هيبقى اسوء حاجه في الدنيا ان انا امثل لو الاهلي اتغلب. طبعا طبعا. انا كنت اول زملكاوي كلمك بعد الماتش من اصدقائك مين؟ سيد رجب كان قاعد جنبي. كان قاعد جنبك. ولما جه جون شيكابالا قام قلت له اقعد يا سيد. انا ما قمتش في جون عمرو السوليه. ايوه اقعد يا سيد. ليلى علوي بعتت لك رساله على الواتساب، قالت لك فيها ايه؟ قالت لي تعرفت ازاي الاول؟ قالت لي يا صباح ليلى حبيبتي، بس ما قالتليش يعني قد ايه جميله. طبعا كان عندي اول يوم تصوير في الفيلم، في فيلم الاستاذه، استاذه ليلى. فيلم ايه؟ فيلم اسمه ماما حامل. ماما حامل. فيلم كوميدي. الاستاذ ليلى علوي، الاستاذ محمد سلام، الاستاذ عبد البرغاني، انا واخرون بقى في كتير يعني. انا يمكن لسه ما مش عارف مين اسامي يعني. هي عارفه ان اليوم كان مقسوم نصين، انا من بالليل للصبح، وهي هيروحوا مكان تاني هنقله من الصبح للعصر مثلا كده. فكتبت لي ربنا يوفقك، الأول بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تصوير موفقة، ربنا يوفقك يا حبيبي، إن شاء الله تكسر الدنيا
معرفش كذا. يا سلام. كنت اتمنى ابقى معاك عشان ادي لك الورده بتاعتك والكلام. النجوم دول مش من فراغ طبعا. بجد طبعا. لما بشوف كل الناس العظام دول النجوم دول مش فراغ. ثقافه ايه؟ حضور ايه؟ التزام ايه؟ احترام الاخرين عامل ازاي؟ ايه العمل السعودي اللي انت بتعمله دلوقتي؟ انا سامع انك داخل في مسلسل سعودي. ده انتاج سعودي؟ لا انتاج مصري. انتاج مصري. مسلسل مصري سعودي. مع الاستاذ الكبير الاستاذ عبد الله السدحان والفنان الخليجي السعودي الشهير. نعم. واخرون الاستاذ سعيد صالح، استاذ جبران، في اكتر من ممثل عظيم من هناك. الله 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 الله. ده حاجه بسيطه كده. ده حاجه بسيطه. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انتوا بتعملوا هنا حمام وبط وحاجات كده؟ عشان عاملين دايت. دايت. انتوا ايه دي الصينيه بتتقدم لو عيله جايه ممكن تقعد تاكل الكلام الحلو ده؟ ده اصغر طبق عندنا. ده اصغر طبق. ده واضح ان الطبق الخاص بتاعك انت بتفطر. ده بدايه الفطار. ده الفطار عندنا. بقول لحضرتك ده الطبق الصغير. ده الطبق الصغير. وغالي بقى؟ لا لا. اسعاركم كويسه يعني؟ لا اللي انت عايزه يا فندم. ده كده العيله تيجي ويقعدوا وياكلوا. جو برضو سعودي اهو. استاذ بيومي انا بشكرك جدا. انا مستعجل على انهاء الحوار عشان نلحق ناكل. انا سعدت جدا بقعدتي معاك. ودايما انا بحب اشوفك واقعد معاك. نورتني والله. وانت قيمه كبيره واضفت لي النهارده حاجات كتير. واتمنى ان شاء الله ان يكون بيننا لقاءات دائما في الفرح. امين يا رب. كوره. امين يا رب. فن. باذن الله. الريستوراه والكافيه. باذن الله ان شاء الله. نشوف لك فروع ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. انا بشكركم جدا. حديث القاهرة لا ينتهي. مستمرين معاكم كل يوم عندنا جديد في حديث المدينة التي لا تنام، مدينة المعز القاهرة. إلى اللقاء.